جه معانا دلوقتي وفقره فيس تو فيس. معانا النهارده فيس تو فيس عربيتين مختلفين عن الحلقه اللي فاتت. العربيتين اللي معانا النهارده عربيتين لاكجري سبورت سيدان. معانا مازيراتي كواترو بورتي. العربيه دي في 8 فيها موتور 4200 سي سي وبتطلع 394 حصان. ومعانا هنا عربيه جاكوار اكس اف ار. العربيه موتور في 8 5000 سي سي وبتطلع 503 حصان موتور سوبر تشارجر. عربيه فظيعه. كده احنا معانا العربيتين. تعالوا بقى نشوف العربيتين دول على الطريق بيعملوا ايه. احنا دلوقتي راكبين العربيه المازيراتي كواترو بورتي. احكي لي كده تفاصيل العربيه ايه. بص، هي المازيراتي كواترو بورتي. كواترو بورتي يعني فور دورز بالايطاليان. انت عارف الايطاليانز بيهتموا بالانتيرير بتاع العربيه زي ما انت شايف، الجلد والخشب والبادل شيفتس هنا تايتانيوم. فهم بيهتموا قوي بالانتيرير بتاعها بحيث ان هي تبقى لكجيريز قوي. قول لي كده الالات اللي هتتجر اخبارها ايه؟ السسبنشن بتاع العربيه اخباره ايه في الشوارع بتاعنا؟ انت عارف شوارعنا جميله يعني. بص، هي يعني هي لكجيريز وفي نفس الوقت هي سبورت كار، فهي واخده في النص بين الاثنين. تمام، يعني انت ولا بتحس ان هي سبورت كار قوي في ان هي تبقى السسبنشن بتاعها ناشف وتحس بكل حاجه على الارض، ولا هي لكجيريز قوي ان انت هتبقى قاعد مش حاسس باي حاجه. يعني هي عربية متوازنة بالظبط. طيب قول لي كده اخبار الفتيس ده، يعني الدنيا فيه ايه؟ ست نقلات. احنا بنتكلم اصلا في موتور 4200 سي سي. 4200 سي سي بالظبط. والهورس باور لو انت عايز تعرف هو 394 هورس باور. التورك اخباره ايه بقى؟ التورك بتاعها 452. حلو قوي. هو كويس يعني، هو التوب سبيد بتاعها بتجيب لحد 270، فمعقول. طيب احنا سبورت ازاي يعني؟ اديني كده فكره. بص، يعني هي العربيه يعني بغض النظر عن سبورتس باتن هنا ده اللي هو بيغير كل حاجه. فهي سبورت كان هي العربيه تجري اما تحب تجري بيها. طب ما توريني كده. هتشوف. وريني. ايه يعني؟ قول للناس كده انت ايه اللي انت دوست عليه ده عشان الناس تعرف. ده السبورت باتن ده بيعلي الار بي ام بتاع العربيه، في نفس الوقت الاكزوست سيستم الصوت برده بتاعه بيعلى، فبيديك احساس بس. ولا انا حسيت بباور برده كل حاجه بقى في نفس الوقت. يعني طب قول لي اخبار قطع الغيار ايه والصيانه بتاعت العربيه دي اخبارها ايه؟ بص، عشان عربيه مش موجوده قوي فالحاجات دي بتبقاش يعني السبير بارتس بتاعتها بتبقاش موجوده على طول. فاما تحب تغير حاجه بتاخد وقت شويه لحد ما تيجي، بس ده بيخليه يعني هي كده السبير بارتس بتاعتها بتقعد يعني مش وقت. مش مش يعني مش بتبوظ بسرعه بالظبط. طيب السيفتي بقى اخباره ايه؟ السيفتي بتاعها، بص هي فيها 8 اير باجز طبيعي، الاي بي اس، اي بي دي، الاي بي دي، فهي ما تحب تقف بتقف. ما شاء الله. انا بصراحه مبهور بصراحه بالعربيه المازيراتي دي. كده نكون خلصنا في مازيراتي كواترو بورتي. خليكم معانا، هنروح دلوقتي نشوف العربيه الجاكوار اكس اف ار بتعمل ايه بالظبط. دلوقتي ركبنا الجاكوار اكس اف ار. العربيه طبعا جميلة جدا. قول لي بقى كده واحنا ماشيين نتحرك كده، قول لي اخبار العربية ايه؟ موتور بقى بالنسبة للموتور، العربية 5000 سي سي في 8 سوبر تشارجد. بتطلع 503 هورس باور. التورك بتاعها 650 نيوتن، فهو مديك تورك كبير قوي. تورك كبير فعلا. بيديك سحبة للعربية مهولة. بتوصل التوب سبيد بتاع العربيه بسرعه جدا. من 0 ل 100 4.3 سكند، يعني برده وقت بالنسبه للعربيه سيدان قليل قوي. بس كده. ايه ايه بقى الفتيس عامل ايه ده؟ ايه التكنولوجي الرهيبه دي؟ بص، هو هنا ده دايما الستايل بتاع جاكوار ان هو بيحب يعمل حاجات مختلفه شويه. انت اول ما بتبطل العربيه بتلاقي الفتيس دخل جوه التابلو. تمام.
بتديك منظر شويه بالنسبه للتكييف، نفس الكلام الريش او الهوايات بتاعه التكييف يعني. اول ما انت بتشغلها بتبتدي ان هي تفتح اوتوماتيك. العفشه بتاعتها سبورت شويه فناشفه شويه عن بقيه العربيات. طب وريني كده سبورت كده. سبورت هنا انت عندك كذا اوبشن، ممكن تفصل التراكشن كنترول بتاع العربيه عشان تبتدي تطلع السبورت بتاعتها. طب وريني كده، تفتح السبورت مود من هنا. وريني السبورت مود. الله، بالنسبه للسيفتي بتاعه العربيه اخبارها ايه؟ العربيه نازله ب 12 ايرباج. اوه. هم بيستخدموا التكنولوجي بتاعه اللايت بودي ويت. واخدين الشاسيه اصلا بتاع العربيه من الجاكوار الاس تايب القديمه. الفرق بس ان هم مخففين الوزن وبيستخدموا الايروداينامكس بتاعه البودي كيت من بره عشان تخلي العربيه ستيبل. خلي بالكم العربيه الجاكوار اللي احنا راكبينها دي ثمنها ملاكي 2.5 مليون. العربيه المازيراتي ثمنها ملاكي 1.8 مليون. فده برده في فرق، زي ما في فرق في القوه ما بين العربيتين برضو في فرق في السعر ما بين العربيتين. وفي الاخر انتم اللي في ايديكم تقرروا انهي عربيه احسن من الثانيه. بكده نكون خلصنا في جاكوار اكس اف ار، وبكده نكون خلصنا فقره فيس تو فيس في العربيتين الجامدين النهارده. خلص بسرعه وقت حلقتنا، لكن هنستناكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده. اخر حاجه هنقفل بيها الفيديو اللي بيجي لنا من على اليوتيوب، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام. دلوقتي بدأنا انجز. هبقى عامل كده. خلص ايفنت بيمرز 2016 السنه دي. تاني خلص ايفنت البيمرز النهارده. بس يا ماشي يا ابني ارحمني من مصر. الورق الورق الورق، ما هو الورق اهو. ايه، واتمنى طبعا ان معرض اوتوماك اللي جاي خلاص في الشهر ده يكون يوصل حتى لجزء من لا مش فاهم. نفسي اعرف اللي بيمشوا عكسي دول ايه ده؟ ماشي عكسي عادي كده؟